اخوي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله اخوي بيك. احنا تو فين بالله؟ احنا تو في الحومة حي فريق. والله الحمد لله الجو بيك. حاوس اخوي. مش متيقر خاطر صاحبي انا نخدم. سياح ولا ليه وبطاله وفقر وكل شيء يمشي يدوقوا ترى عمد يحب يخرج من البلاد يربي سهل ويشوف حياته ويشوف مستقبله وكل شيء. بمعنى انت مع الحرق ولا كنت الحرق؟ يا يعني اخوي مع الحرق من البلاد ولا مع الحرق؟ مع الحرق. معناها ماكش كنت ترى معناها؟ لا مش كنت ترى مع الحرق. معناها تفهمني تلقى تو فلوس تخرج؟ اخوي نخرج والله نخرج. ياك تخدم يا يعني. نخرج ما يصيرش ربي سهل ربي سهل. سهل ربي سهل. كيفاش تخدم وجابك كبير تحب تخرج؟ مستوى ضعيف حالته اخويا ما طمنش حتى تخدم عبارة بطال تحب تخرج زاد علاش خاطر والله خايب وضع البلاد ما يفرحش خويا البي ما يطمنش خويا السلام عليكم هلا بخويا وعليكم السلام احنا خويا في منطقه فوشانه بالتحديد في حي بريم اي تنجم تحكي لي ديك شباب والله خويا عندي نهارين عملت مشكله تضربت في يدي هيكا ومشيت عملت عملية عليها ركبوا لي عليها زوز مساسك هيكا لاباس تواني اليوم روحت من الحروق سبيطار الحروق في حي بريم مش عندك باش تعمل خلاف المشاكل مشاكل خوي ايوا علاش تعملت مشكلة انت والله صار سوء تفاهم وكذاك كاتب اخويا كاو جيت بتبيعتها وتبيع اخويا تكثر الحوم الشعبيه الكل تلقى فيها المشاكل الكل وكل يوم زاد تبيع منين الشيء هذا والله اخويا بتبيع من سطالي ودوايات وكل واحد ياكل لك حربوش اخويا ما عادش يبدا يعرف روحه شنو يعمل باش يعمل لك مشاكل باش يطنبش في العباد وتكبر وتصير مشكله وكذا كم انت معرس ولا لا يا صاحبي مش معرس اي باهي تخدم ولا لا والله كنت نخدم خويا وبطلت كنت نخدم في وظيفه وبطلت انا حاسس ما حكيت ما نحسك متاخر بالبلاد بتبيع صاحبي شكون اللي البلاد هذه شكون اللي مش متاخر فيها هيك وصاحبي واحد يحمد ربي حتى عن نفسك لا بأس والله يا صاحبي باش تحلي تو انت انا اخويا شاد روحي بالسيف اخويا ما نحبش عرفتها نحكي اما جو كبير اخويا تو نحكي لك والله انا صاحبي كنت نخدم سبع سنين اخويا في العسكر اخويا نخدم في الميليتير هيك وسبع سنين اخويا بعد السبع سنين هذيك عملت فيهم مشاكل وكذا خرجوني طردوني هيك ليلة محمد رسول الله حبيت نرجع وكل عندي عامين حبيت نرجع كلمت شكون كذا عملت اخويا ما حبوش يرجعوني هيك وعندي عامين بطال وبحكم اللي انا معناها كنت نخدم اخويا في الريسك نخدم في الجبوليات نخدم في القصريه نخدم في الكير يعني ما شافوش بيه هذا الكل فهمتني غلطت خويا في تونس عندك غلطت تخلص ربي نجم تحكي لي شنو يصير في حومتك معناها في الليل كيفاش يعيشوا والله يا صاحبي كيما الحوم الكل كيما تعرف الحوم الشعبيه الكل خويا كاو يتلمدوا ثم عبيد خويا تتلمد ثلاثة أربعة من الناس خمسة من الناس وحاب تمشي تصلي في الجامعة لأن خويا تلقى ثلاثة أربعة يبدوا يلمدوا في حق خويا واحدة موبقاتهم باش ياخذوا زطلة باش ياخذوا دوية كذا ومن بعد خويا يفقد الوعي نتاعو ويمشي خويا تولي تصير المشاكل من وقتها تصير المشاكل وكذا هذيك هي خويا حوم شعبية الكل هو موضوع جبد موضوع معناها انت تشجع الحرق ولا لا والله نقول لك حاجه انا اخويا والله كنت ما نشجعش عليها الحرق علاش يعني فهمتني هيك تشوف خويا عبيد توصل وعبيد ليه فهمتني وزيد حال عبيد زيد ميمتها اخويا باش تتحرق هي تو اخويا بديت تونس اخويا بديت تدخل في حياتها فهمتني وما عندك ما تعمل لنا حتى لخدمة لا ولا ما نقول لك 50% ليه و50% اي هذيك هي صح
لاني بنقول لهم امشوا لاني نقول لهم اقعدوا فهمتني 50 نكه و50 نكه. انا عندي كان تلقى فلوس توا تخرج ولا لا؟ والله صاحبي انا واحد من الناس نخرج نخرج صاحبي اليوم قبل الغدو. ايه بغيت تشتغل في حياتك؟ والله صاحبي انا نخدم كان خويا في الصيف اكاو عندي خويا شين ستيريو نخدم بها نخدم كان في الصيف في الصيف اكل نطر مصروفي في الشتاء في الشتاء ريكش كيما عرفت حكاية السرار والنملة. معنى تعيش كان في الصيف معنى؟ نعيش كان خويا في الصيف هيك وان شاء الله ربي معنا. والله رئيس الدولة خويا ما عندي ما نوصل له حتى شيء نقول له كان خويا الوليد خويا الجون الكل وليدات خويا معناها تكثر الخدمة وذي وذيك هي خاطر عبيد ماشي خويا فيه هاوي تو انت خويا تبدا عبيد بطالة وذي ماك باش تمشي خويا يمشي مخاخهم يحبوا يمشوا ياخذوا خويا زاطلة ياخذوا كذا دوايات يعملوا فهمتها كيفاش كي يبدا هو يخدم هذاك بالليل يخدم قولوا من العشرة للستة كالوقت اللي يحب يشيخ فيه وكذا يبدا يخدم فيه تو خويا يبدا جوها به والعبيد الكل جوهم به اما ديما عبيد بطالة راهو خويا شبيك وانتو ما ليش بعتوش معنا وقت بلاش يصلح البلاد؟ والله ما صلح هيش اللي قبله واللي قبل قبله واللي ما حكيه فيه.